مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة. تغطيتنا هذه المرة ستكون عن مفاجأة كشفتها أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية والقضائية، وهي حول إحالة المستشار القانوني السابق بالبحر الأحمر للجنايات، والذي تم تعيينه بتوصية خاصة من السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. الحقيقة أنه ده حصل من خلال مستندات وشهادات تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا. خلوني أقول لحضراتكم أنه اليوم قررت النيابة العامة في الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر إحالة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر والمعين بأوراق ومستندات ثبت أنها مزورة في عهد الإخوان إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة التزوير بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه. خلوني أقول لحضراتكم تفاصيل القضية، وهي الحقيقة بتعود عام 2013، حيث أبلغ السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد محروس عدي ناجي، كان المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة ضمن مسوغات تعيينه. والحقيقة أنه بعد البلاغ تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وكمان أكدت التحريات صحة البلاغ، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو محمد محروس 31 سنة والمقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وهو مسجل خطر نصب ونشاط إجرامي، وأيضا سبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب وتزوير وقومة سلطات وأيضا سلاح. المفاجأة الكبيرة يمكن في الموضوع واللي كشفتها التحقيقات انه في عام 2013 تدخل السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد رئيس المعزول محمد مرسي لتعيين المتهم مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا. كمان كشفت التحقيقات أنه في أبريل من عام 2013 تم تعيين محمد محروس علي راجي مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وهي كانت المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة هو من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو يعني من رجال القضاء بصفة عامة. كمان الحقيقة كان يعني استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء، بالتأكيد دايما كان بيبقى ده المعتاد عليه، لكن دي كانت المرة الأولى التي يحدث يعني على خلاف ذلك. تبين أيضا من خلال التحقيقات أنه صدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية آنذاك بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك للتعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد كامل بتعيينه مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر براتب 3000 جنيه شهريا، وإقامة يعني هو يكون ليه إقامة كمان في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة، وكمان سيارة خاصة، وذلك بمقابل 3 أيام عمل شهريا فقط، يعني يكون 3 أيام عمل في خلال الشهر. النهاردة يعني بذكر حضراتكم قررت النيابة العامة في الغردقة برئاسة المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر إحالة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر والمعين بأوراق ومستندات ثبت أنها مزورة في عهد الإخوان إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة التزوير بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه. بالتأكيد سنكون مستمرين مع حضراتكم في متابعة كل الجديد في هذه القضية حتى نهايتها، ويعني بالتأكيد سنوافي حضراتكم بكافة التفاصيل على مدار الساعة. بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.